انتوا في بيان للوزاره بيقول ان انتوا مريتوا بالفعل على 338 منشاه طبيه خاصه، وفي حملات تفتيش، وان انتوا بتقوموا بحملات تفتيش مستمره. ففي اسبوعين بس قفلتوا 107 ما نسميها، مش عايزه اسميها منشاه بقى، ولكن 107 مكان مخالف، نسميها مكان، 107 مكان مخالف. والحقيقه ان دي نسبه كبيره قوي. بص حضرتك، انا يعني عايزين يعني في شقين في الموضوع ده. اتفضل. احنا بنتكلم على التفتيش والدور الرقابي وتفعيله على جميع المنشآت الطبيه الخاصه بمختلف تخصصاتها، وبنتكلم على الموضوع ده بالذات. احنا بناء على توجيهات وتعليمات السيده الدكتوره معالي وزيره الصحه، احنا بننزل حملات مكثفه على مستوى المحافظات كلها، جميع المحافظات. احنا ابتداء من شهر 6 الى الان، انا بكلم انا حضرتك دلوقتي، الحملات مستمره في الشارع على مستوى المحافظات. في اجمالي عدد المنشآت اللي تم المرور عليها في تلك الفتره عدد كبير جدا يتجاوز الالاف. الاف من شهر 6، يعني في شهر واحد. في شهر واحد، في شهر واحد مريتوا على الاف. هو في كم بحضرتك يعني؟ حاولنا مرينا على اجمالي عدد المنشآت اللي تم المرور عليها في هذه الفتره ابتداء من شهر يونيو الى الان 12528 منشاه طبيه. منشاه طبيه بس، مش لازم تكون لها علاقه بالادمان. لا يا فندم، احنا بتكلم بصفه عامه. طيب. على جميع المنشآت الطبيه الخاصه. تمام. وماذا عن الادمان بقى؟ بالنسبه لمراكز الادمان حضرتك، احنا في خلال الفتره الماضيه من ابتداء من 3/23 الى 7/7/2021 احنا مرينا بالاشتراك مع الامانه العامه للصحه النفسيه وعلاج الادمان واداره التوعيه بالاداره العامه للمخدرات على 231 مصحه غير مرخصه. بين قوسين حضرتك برضو منشاه غير مرخصه، لانها لا تعتبر مصحه غير مرخصه. 231 وقفلتوهم؟ وصدر قرارات غلق بالفعل لتلك المنشآت، وذلك بالتنصيص من خلال 33 حمل. طيب ده في فتره قد ايه؟ سنه يعني ولا اقل من سنه؟ بالظبط. لا بالظبط، من 3/3/2020 لغايه 7/7 مؤخرها. مؤخرا كان في 10 منشآت في مدينه قريبه جدا بمحافظه بجوار القاهره. ايه يعني محافظه ايه يعني يا فندم؟ ما هو جيزه يعني ولا ايه؟ لا يا فندم، كان في مدينه العبور. في العبور 10 منشآت في العبور. ايوه، بتاريخ 7/7 حضرتك، مع التنسيق مع الاداره التوعيه بالاداره العامه لصحه المخدرات والامانه العامه للصحه النفسيه والاداره المركزيه للمؤسسات العلاجيه غير الحكوميه. اوكي. ولضبط الاماكن دي. طيب انا عندي سؤال، طب غريبه قوي، هو ليه في اقبال ان احنا نعمل منشآت غير مرخصه لمعالجه الادمان؟ هل ده موضوع مربح يعني؟ هو مش حكايه موضوع مربح يا فندم، بجانب ان ساعات اهل المرضى او اهل المريض بيحاولوا ان هو يشوفوا ابسط الحلول، بيلجأوا الى وسائل عشان يشوفوا مساعده، وده برضو بيقع على اهل المريض ان هم لازم يتحرروا من المكان اللي انا رايح فيه او اسلم فيه ابني. طيب. او وات ايفر. اوكي. لازم اتاكد ان المنشاه دي تحمل تراخيص، ان فيها هيئه طبيه بتخضع تحت ارشاد طبي، بتحت تراخيص طبيه لوزاره الصحه. برضو اهل المرضى لازم يساعدونا في هذه البوينت. طيب انا ارجع تاني للمنشاه اللي كان فيها اخو رامي صبري او كريم صبري، معلوماتكم ايه عن هذه المنشاه يا دكتور؟ المنشاه دي عباره عن فيلا حضرتك. اوكي. فيلا عادية خالص، لا تحمل أي لافتة تدل إن هي أي منشأة طبية خالص، عبارة عن بدروم ودورين، وتحتوي على بعض الحجرات، فيها سراير من دورين، وكل غرفة بتحتوي من 5 ل6 سراير. أوكي. سواء البدروم أو الأرضي أو الأول، وهي غير مؤمنة بالإطلاق. فيها صاحبها دكتور ولا غير؟ لا لا لا، ليس غير طبيب. هو دايما حضرتك الاماكن دي بتبقى اصحابها مش ذات يعني مهن طبيه، بتبقى مهن مختلفه ومش ليست لذوي الاختصاص. عرفتوا كان فيها كام نزيل مثلا؟
هو فن تقريبا بيتراوح من 50 ل 60، ولما بيحصل مشكله ما في تلك الاماكن طبعا القائمين على المنشآت دي بيقوموا بتصريف النزلاء او تهريبهم يعني. بالظبط كده. وطبعا هو الموضوع قيد بحث تحقيق. كنت تعرف هل عندكم معلومات كانوا بياخدوا كام من الشخص الواحد، من المريض الواحد؟ والله يا فندم دي بترجع من من منشأة لمنشأة، انما في بعض الاسعار بتتراوح ما بين ال 1000 وال 1500 جنيه في اليوم. اوكي. بس دي بتبقى بتتراوح طبعا يعني، لان طبعا بتختلف حسب المنطقه اللي متواجد فيها المنشأة، وهي بتبقى يعني مناطق مختلفه وبتبقى مناطق. هل حاجات متطرد. تانية مخالفه لقيتوها في الفيلا دي؟ اجهزه، ادوات، حقن؟ هي مش اي ادوات يا فندم، هي لا تنطبق اي معايير لاشتراطات الصحه اطلاقا. بشكرك دكتور هشام زكي، مدير عام الاداره العامه للمؤسسات العلاجيه غير الحكوميه بوزاره الصحه.